شهدت محافظة أسوان افتتاح معرض أهل المدارس بتخفيضات من 25 إلى 30%، واطلع محافظ أسوان إسماعيل كمال خلال زيارته للمعرض على محتوياته وما يتضمنه من مستلزمات مدرسية من حقائب وملابس وأدوات مدرسية خاصة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، إضافة للسلع الغذائية من الزيوت والبقوليات والألبان والسكر والأرز بتخفيضات تصل إلى 25%. النهاردة بنفتتح معرض أهل المدارس، وإحنا طبعا كل سنة الغرفة لازم بتقيمه. السنة دي كنا في لقاء مع السيد وزير التموين، واللي عرض إن هو نزود يبقى غير الملابس المدرسية والكشاكيل والكراسات إن يبقى فيه مواد غذائية، كل ده للتسهيل على المواطنين. وبرضو في تعليمات من السيد رئيس الوزراء إن هتبقى المعارض دي دايمة طول السنة للسيطرة على قد ما نقدر على الأسعار وتخفيض الأسعار. والمعارض دي احنا بنقيمها هنا أسوان وكمومبو وإدفو، وهتبقى دايما طول السنة خدمة للمواطن. المعرض السنة دي هيتميز إن شاء بإذن الله في أربع قطاعات: قطاع للملابس المدرسية والمستلزمات المدرسية، وقطاع جناح كده مخصص للغرفة التجارية للسلع الغذائية بأسعار تنافسية مش موجودة خالص في السوق، يعني أسعار يعني هتبقى أقل من السوق بكتير. تخفيضات من 25 ل 30% بالنسبة للسلع الأساسية للزيوت والسلع الأساسية الاستراتيجية، أو السلع اللي هي احتياجات المدارس لتجهيز المدارس، لأن حضرتك عارف المدارس على أبواب، فكل السلع متوفرة في مكان واحد وبأسعار الحمد لله فيها تخفيضات كويسة جدا يعني، وهيحس بها المواطن فعلا. طبعا النهاردة احنا اتجاه الدولة إن هي بتعمل تخفيضات لصالح المواطن. النهاردة احنا مشتركين في معرض أهلا مدارس، شاكين من مجموعة من الزيوت والمنظفات والجبن والأرز وجميع الأصناف اللي بيحتاجها المواطن خلال الفترة اللي جاية بتاعت أهلا مدارس. أي حاجة بتعمل سندوتشات الأطفال، الحاجات دي كلها احنا جايبينها النهاردة معانا بتخفيضات بحوالي 30%. احنا بنشكر الدولة وبنشكر سيادة الرئيس وبنشكر المحافظ على المعرض ده، وان شاء الله يخلوها معارض دائمة كده زي معرض اهل رمضان واهل المدارس، والاسعار كويسة يعني الحمد لله.